مبروك لمصر، ألف ألف مليون مبروك لمصر. خلصنا القصة، خلصت الأمور كلها، صعدنا لنهايات كأس الأمم. هتقولي أنت مالك فرحان كده ليه؟ عشان ده الطبيعي. بالظبط، ده الطبيعي. لكن مش الطبيعي إنك تكسب أربع مباريات متتالية، ما عملهاش غير حسام حسن. أربع مرات متتالية في نظام الصعود لكأس الأمم بالشكل الجديد، ما عملهاش غير حسام حسن. حسام حسن مدرب وطني مصري محترم يستاهل الفرحة، هو وجهازه. مش عايز أقول أختصرها في كابتن حسام، كابتن حسام عشان هو المدير الفني، هو وجهازه دي الفرحة اللي بعد الماتش. علم مصر، علم مصر بيرفرف في موريتانيا، فرحة كبيرة جدا. يستحق هذه الفرحة، يستحق فعلا أن مصر النهاردة تبقى فرحانة. هتقولي واحنا لعبنا حد؟ الكلام بقى اللي انتوا عارفينه بتاع السوشيال ميديا وبتاع الناس اللي بتقعد مراش غير التقطيع والكلام السخيف ده. ما لعبناش حد، ما لعبناش حد. احنا وصلنا باربع انتصارات متتاليه. احنا في كاس الامم الافريقيه هنلعب ماتشين تحصيل حاصل الفتره اللي جايه، اللي هو في الفيفا ديت اللي جاي، اللي هو في شهر 11. في كاس العالم احنا متصدرين مجموعتنا. هتقول لي برضه هي فيها حد؟ ده فيها فرق كل ما لناش دعوه، ما يخصناش. احنا دي المجموعه اللي اتحطينا فيها وعايزين نروح كاس عالم، وباذن الله هنروح كاس عالم مع كابتن حسام حسن وبقيه الجهاز الفني ان شاء الله. موفقين من نصر لنصر، مكسب لمكسب. الروح بتاعت اللعيبه، الاداء مش حلو، مش حلو. هو ده ملعب يعني، ملعب مع يعني كويس ان احنا لعبنا اصلا عليه يعني، والحمد لله ان صلاح ما لعبش على الملعب ده. امور صعبه جدا جدا جدا. اهم حاجه في المباريات اللي زي دي انك تاخد التلات نقاط وشكرا على كده. لا بقى يعني يقول لك اداء ومش اداء ومش عارف، لا، المكسب هيكتب المكسب في الاخر. الاداء ومش الاداء لما تكون بنلعب بقى على ملعب مختلف، ملعب زي استاد القاهره مثلا عندنا، ملعب زي استاد مصر، ملعب زي ملاعبنا للدفاع الجوي، ملاعب الكوره. ابقى حاسبني على الاداء، حاسبني على التكتيك، وحاسبني على الشغل. لكن بصراحه في ملعب يعني صعب جدا جدا جدا. مبروك للاعبتنا، لعيبه رجاله، لعيبه محترمه، حققوا الهدف المطلوب ان احنا نصعد بدري زينا زي اللي صعد معانا بقى دلوقتي مبكرا. السنغال صعدت النهارده، ساديو ماني جاب جول في الدقيقه بلس 90 النهارده، كانت 0-0 مع ملاوي وساديو ماني وصلهم النهارده. ما حدش قالك بقى يا عم ده بيلعبوا ملاوي، ما فيش القصه دي. صعدت السنغال لكاس الامم مبكرا مع مصر والمغرب والكاميرون وانجولا. كل المنتخبات دي خلصت خلاص وصعدت لنهايات كاس الامم الافريقيه. مش عايز اطول كتير، عايزكم تستمتعوا باللقاءات ما بعد المباراه وما بعد المكسب بالهدف الرائع اللي سجله الموهوب اللي مكانه في اوروبا. الموهوب اللي مكانه في اوروبا، لعيب كبير كبير كبير، ابراهيم عادل. وما قلتهاش دلوقتي، قلتها ايام كاس الامم الافريقيه مع المنتخب الاولمبي، وقلتها في الاولمبيات وبكررها تاني. في سنه ده وامكان في سنه ده وفي امكانياته دي، ده مكانه اوروبا. واعتقد لو تفتكروا كده بعد الاولمبياد لما كتب حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بوظ انتقالي لاوروبا. تعالوا نشوف صاحب الفرحه النهارده اللعيب الكبير ابراهيم عادل، نشوفه قال ايه.